الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل مشروب خفيف وسريع وفيه فيتامينات، الفراولة فيها فيتامين سي، وممكن ان انت الصبح طبعا وانت رايحة الشغل ولاد رايحين المدرسة يتعمل بسرعة، مش هياخد في ايديك اي حاجة خالص. مش هطول عليكم، انا عندي نص كيلو فراولة اخدت منهم المقدار ده، مش كتير يعني حوالي ده ربع كيلو على قد اللي انا هعمله، عشان مش مستحب انها تقعد في التلاجة. مشروب الزبادو ده جميل وسريع، ولو جالي ضيوف على غفله ممكن اعمله في اي لحظه. حطيته في الخلاط. عندي واحده زبادي، واحده زبادي ساده اي نوع انت بتحبيه، اي نوع. هفتحها، صفي بس الميه اللي فيها، هحطه على الفراوله. تمام كده اهو. اللبن انا هعاير معاكم اللبن، ادي كوبايه اهي، ادي واحد، ادي اتنين، فاضل شويه زين، يعني ايه نقول كوبايتين ايه ونص على مقدار الفراوله ايه ان انا حطيته. تمام كده. السكر بقى على حسب ما اللي في البيت عايزين، يعني ممكن تحليه ممكن تخليه نص نص. ادي كده معلقه، اتنين، ادي ايه، تلاته، كفايه قوي كده. تمام، بس خلاص وهنضربه في الخلاط وهيبقى ايه في دقيقه جاهز اهو. هضربه وارجع لكم، خليكم معايا. بس يا حبايبي انا الزبادو بتاعي خلص اهو، هنيجي بقى نحطه في الكوبايه من عشان نقدمه. شايفين ما بياخدش ثواني، شايفين قوامه عامل ازاي وطعمه لذيذ وجميل قوي 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 وسريع. عايزين لو عندنا ضيوف نعمل تركايه كده، نحط الفراوله عشان يفهموا من ده عصير زبادو. وده كان المشروب بتاعي النهارده، زبادو بالفراوله. ممكن عايزه تضيفي عليه اضافه، نحط موز يعني، ولا نخليه خفيف كده الصبح للولاد بيبقى سهل وسريع. انا قناتي بتتميز بالسهل والسريع، قناتي قناه ام باسل. يا رب تجربوه ويعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل سريع وجميل. واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.